إلهي سبحانه وتعالى حديث القدس وحو كل يا ابن آدم إن آدمو أنفق وحا أنكسي بحي أنفق عليك أنا كسينا يا أوضش هذا كبحنا وحا آهي ستدبحي أنا كسيي بدل كيد أنا كوبا لقاض والله لا يخلف وعده إلهي نبلن ككبح أمي هدي إلهي كله يهي بحي وحا آد هاي ستد آن كسي أو ويل كي يركاها أو وحلقو قشب آهي ستي اسكبوه أو آنا وحبا كبحين خزائنت إلهي أو لغفور لها أنا كركا أي سارنتهاي سو ما بونا إنا ويل كان بني ستد لغبوه يوحي آد كبحي سواح كبلا لغسي هدي قفكو يرادة أدو ولتد bahasha yarta shamlaan taama caafida biyaha lagu cabo oo biya ah oo qofku yiraahdo war biyahan bixi masaakidka oo mansi aan malab kugu shube aan suba kugu shube aan dahab kugu shube waa tiramada ma bixin karo ma yeeli karo ma yeeli karo lagu la dul taagan yahay fadlki aad bixisid wax ka weyn kaydka ilaahay ku ballan qaaday oo ilaahay uu kula yahay bixi aan ku siiye nuuca uu yahay ugu ma taqaanid laakiin waxa hubaal ah inuu yahay midka aad bixinaysid mid ka weyn in ayaa hubaal ah tiirka marka waa ka buuxa bixi baa lagu leeyahay xasanaad iyo ajar waa lagu siinayaa kayd ilaahay agtiisa ah meeshaana bedel baa soo galaya banee mana yeelaysid aa ku bakhilaysid النبي عليه الصلاة والسلام أبو ذر باوحي للنبي قال نويمت مركان سوق علينا كعبة هوس كذا أيوف اللي جاي النبي مركو إيه أركيب وحي يري هم الأخسرون ورب الكعبة أيجا أيا وحيه كوا خسارة ضبطا إلهي ما كنا أرتد إلهي ما كنا أرتد أيجا وحيه كوا خسارة ضبطا أبو ذر وحي هذا الكامر كان مغلي أو النبي أكفر يستي فدقي إيما سورتو من إن أن تمكنا إلى النبي سؤال أن ويديو إلي هو يدى يا أباها يبان كغفرنا يا رسول كي إلهي من هم ذاتك أدورنا يسي أيها خسارة بدا إلهي يبان كبنا أرتده واكوه بان مركيب ويديو إلي مركز النبي عليه الصلاة والسلام هم الأكثرون أموالا waa kuwa xoolaha badan waa hantilayaalka xoolaha badan illa man qala hakada wa hakada wa hakada illa qof yiraahda saatan iyo saatan iyo saatan mooyaane min bayni yadayhi hortiisa wa min khalfihi gadaal wa an yamiinihi midig wa an shimaalihi bidix dhinac walba u bixiyo qofkaas un baan ahayn qofka khasaaray wa qaliilu maa hum wayna yaryihiin dadka ay yihiin dadk xoolaha leh oo sidaas ahna waa yariihin baa nabi ayaga sabad baadaya inta kale nabigu wuxuu ku dhaartay inay khasaarayaan ayeen kuwa khasaara badan bal u fiirsa saxaabada nabiga calayhi salaatu wasalaam aayad baa soo degtay lan tanaalu lbira xataa tunfiquu mima tuxibuun ma gaaraysaan samafalka iyo biriga iyo wanaagga meeshiisa sare ilaa aad bixisaan waxa aad jeceshihiin aa wax ka bixisaan qalbiga waxaad ku haysid oo hantidaada ugu jeceshaa ilaa aad wax ka bixisid biriga ma gaaraysid anas binu maalik wuxuu leeyahay kamaa fi saxiixayn abuu talxa kaana akhara alansaari bilmadiinati maalan magaalada madiina dadka degan oo ansaarta ah ninka ugu hanti badan buu ahaa وكان أحب شيء من أمواله بيروحا حوله سنة وحو قدش على بيرتي بيروحا لورنشري وكانت مستقبلة المسجد ماشا يكوتا لما تقعنا مساجد كان نبي قاية قابل سنة وكسو تشيد ومال استراتيجية وآدي آدو قالئة ووحل لقضان كري وحوله منا أنا هين قالئة نبي محمد مساجد كيسا عليه الصلاة والسلام وضافها الدوية اللغة إيمانا إيوه بكسه هرشيد وكان رسول الله يدخلها رسول كان لنا بيرتا وقالي تيري
أبو طلحة أوليه ويشرب فيها من ماء طيب بيم معان أو بيرتا سأيل هيد أي النبي كعب بشرى عليه الصلاة والسلام عيل بيل هيد ماشر لن الله يسكو إيمانا يكسر جد نبي قال لي عليه الصلاة والسلام آيات دا مركي سود دكتي أي أبو طلحة دقاتي النبي قال صلى الله عليه وسلم مرقى سوح يا رسول الله إن الله يقول في كتابه إلهي وحي لي هي كتاب كيسة لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون آية دي بأخرى وإن أحب أموالي إلي بيرحاء حولها يقنا وحان وقتش على هاي وحويان بيرتاس أيان حولها آن لي هي النوعية دو دو دم أيضا وقتش على قوان بسوكا وإنها صدقة لله وابحن يصدق إلهي درتي أو ربحي أرجو برها وذخرها عند الله كيت كذا إيا بر كذا إيا سمفل كذا أيان إلهي أكتي سكر تشيني إلهي أكتي أيان وحان كجا أجر حساب صنيا كيت كاس إيا بر كاس أيان إلهي أكتي سكر تشيني فضعها حيث شئت يا رسول الله مشهد دونتيد رسولك إلهي ودق أدوك به دا جهادك آديس هذه مساجد لقول إسحاق هذه دناك الإسلام كله يا لقول فينا هيو تلدي إذا أذان كعد ضمبيا مشهد دونتيد كبه نبي محمد حوير عليه الصلاة والسلام بخن ذلك مال رابح ذلك مال رابح ومال ربحي ومال ربحي وفائدة يسيل الجاري وموقع إلهي وأمانك بعيد وإني أرى أن تجعلها في الأقربين أبو طلحة وحن أركيا إن أدتك قرابة داء أباهن بيرت أنا ذو قيبست مركز بيرتي قيبيي المأدير هذيس هي قرابة دي بو قيبش فضل جيدين واحد الإمام ابن القيم وحلي عليه رحمة الله النبي محمد عليه الصلاة والسلام وحيا لها أو أتشع الله وحي وحك استوحى كم يدعها أو آك أتشع الله إن وحى الله بحياء يا صدق هذا مركز النبي محمد وحو أهابو ليه وكان سروره وفرحه بما يعطيه أعظم من سرور الآخر بما يأخذه فرح النبي وكفرح هيا وحى بحنا هيا وحو كوينا قفك قادنا يا فرح وفرح هيو وحا كوينا نبي محمد فرحده وكفر هاي ما تنوع بعشي ايوه ولذلك عبد الله بن عباس وحو يري قفك انتو سعا وسفكره صبح دي اي ماذا وباهي يا حاجه ولي هي الي ماذا امال بو يقل قفكاس امال بو يقول لي ما دام اني وحي صوت دوني وحو أركان أمال يقول له إنه ياي وأنا كفر حي نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام وحان أبحنا هيا الصدقة يا خير كأ مثك قادنا يا وفر حيا لكن يا كفر حبضا نبي قول نبي كفر حبضا عليه الصلاة والسلام وحونا النبي يري عليه الصلاة والسلام ما يسرني أن لي أحدا ذهبا إفرح قليم ما يسبور تدى أحد إلا تدوكي لو متر بيتشيدا أو تشيدنتا إفرح قليل ما يسبورت أحد أو ذهب إنا إيسوغ ناطو تأتي علي ثالثة وعندي منه دينار هل شلنا أن كهيو سدح من أي كسو وريكتو أن وح كهيستو هل دينار أن كهيو إلا دينار أرصده لدين علي هل دينار أو قتلق لدين اللي يقول لي إنا إسكقبحي إنا ملكة لغما هاني إن أبورت وحد أنت الله يسيو ذهب صد حبين يصد حمال موت عن هيو يفرح قال لي ميس أو عن قيبنا يا وحد دين اللي يقول لي يوم ما كريب يا بس بلو فيرسو إلهي سبحانه وتعالى وحقات بحين يسيد أو يركع إلهي أكتي سسدي أويهين بل نبي محمد فيري عليه الصلاة والسلام وحد لي يا هي من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب قفك صدق يستحبت تمر وحو نقمة أو حلال طيبة ولا يقبل الله إلا طيب إلهي ما أقبل وحان طيبة هينه فإن الله يأخذها بيمينه إلهي ما مدكتي سكوق ونيا وحي يركعها
وإلهي درتي أو رب حضي أو يران تبضنا أو طيب كأها إلهي بأمدك تيسكو قوانها فيربيها لصاحبها مركز إلهي أبر بارنيا أو كرنيا قفك إسكالها كما يربي أحدكم فلوة سيدا قفكين أبر باريا درمانك يا أبتك يركا سيدا قفك أبر باريا أكريا إلهي صدقاتي حبضة تبيرتا هاي يا وحلا مدى إلهي كوبر بارنيا حتى تكون مثل الجبل إلى أي أها تبورها أوكلا أي الغبر بارني ما لن تكو إماني سبتقانا ما لن أن الدنيا دي كل بحد حبت تمرأ أي الآخرة واحد هي ليس بور أجر أي الكو إمانها هي وغبا هي بلان تحي أي حاجة كي ليس بلو فيرس قف كستو ديبة الحول مانتي إنا فائدة يركيشت يينو كل دعوة الله فيه وكاخساري يينو أيدنا ميد بكاء إنكر أم بو الدنيا دان أرحيسا لكن إلهي أكتي سوحد دعاه وكسب حلالة وطيبة إلهي درتي سنة ولب حديد سيداس با إلهي كوغو بربارنا يا أيضو ير إلى بورها أوكلا أي كون نقط نبي وحا لويدي عليه الصلاة والسلام صدقتها أغو فضل بضان مرقاسا نبي ويري قفك صدي حالة مركو كسو غنيا حالة دا صدقتها ولب حا أغو فضل بضان أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر صدح حالوي مركات كسو قنطعي بي صدقاته وقسي فضل بضانطة ألو عافي ما تقبه ووحا ويان عافي ما تقبه ووحا ويان مسنب بخيل ايا وصحيح ألو أنت صحيح شحيح تخشى الفقر عافي ما تقبته إنا بحسيد بات كوب بخيل ايسا فقر بانك عبسان ايسا إن يحولوه نقصامان وفقر كسوقا بلا كب قيسا صدح ذا مركة كوكو كلمان قوف كان نفي الشيطان لدري راه أو بحية صدق ذي سوى وفا اللي بلانتا مركة سالنبي قول حو يري نفتو مركة كوب بخي ليس وأيدي ليس ولا تمهل هاو كادين بريبا بحين ايسا مستقبل ضباء ودي بريغان ايسا هاو كادين حتى إذا بلغت الحلقوم إلا نفتو هالكا أي جارتو تقول لفلان كذا ولفلان كذا ألا وقد كان لفلان مركي هل كان نفط تمادو وقاتينا سعوتي بوحا لذا هبل انتا سولي هاي حولها ايقا هبل انتا سولي هاي هبل انتا سولي هاي هبل انتا سولي هاي نبي قوحي ورهي براروغا هبل كاد وحو الشيقي ساحوله وو أهادين وحاديك وحلقا ويدين يما أهان إلهي وو نحلي وسيي وو أهادين وحاديك وحلقا بريه يما هبل انت سولي هبل انت سولي ابا دمو يرنيك يقول دح الله الله عرك والي يا ساس ولي هادو عاصي هي والي هادو ميدا وركا يلي هي والي هادو ولي يا الله كو غوي ما انت دبت دخلك او تاغن يا كاني ابر با ابر قال لي كما هيني ابا وخي ري ويلكي غو دخل ما يس دخل ما ين اي شيكاداس ما تالو كتابك الهي با دخل دسكو صدقه مركي مقلان فضلكيدنا اي دغيستان انت فلسه اي ااد يا ما خا كهر تاغن وخا كهر تاغن عذر نبي شيغي عليه الصلاه والسلام او كو دعي امدي هوري او هلاغي نبينا او يري وحان اركيا انو ايدن هلاغي عذر كاس ايا خير كاست او لوغو شيغا ماركي با اسكو تيدهن او صدقتي كهر استاغن عذر كاس مخو ياي البخل وحو النبي عليه الصلاة والسلام إن هذا الدينار والدرهم أهلك من كان قبلكم درهم كان يا دينار كان وحي هلاقين ومديه دين كوري ولا أراكم ولا أراهما إلا مهلكاكم أنا أركم ما هي إلا إن إذن هلاقين مويان وضدي كوي هوري أي مرين إن المريسان مويانه وحك لو أركم ما هي أسبوعي هوري ayaan meel tuula waxaan kula kulmaynin oday xoolo badan buu lahaa xoolihi uu lahaa wali waa u baaqi walay markaas waxaan ku yiri dhul badan oo meel fiican ku yaalo leeyahay dhulkaaga wax masaajid ma ka dhisatay madin wax wadareysa quraan ma ka sameysan ma wax masaakiinta ku waqafta ma jira madin
المها اجي كورهم باي حبس بيكو تشيلان بوي دغن علم بروح ريمي دغن علم بروح ريمي ادو ما قتلتا سديت انصر ايو تشيلان المهنه دغن علم بروح ريمي ما اسلام هاي باير عقلي باكو سوكرنيا مايا حب باكو سوكرنيا يفر فرعوني مايا ما اسلام هاي المهاس هدي عاو ادمتي وحبسك كسب بحان ودول كي ماشى في عنا في يالها كويا لكوها بسدان وقيم سدان وحي اسكو كينا هيان بباس كاسان ووقفنا ودينا ما اسلام هاي مدري هدا يكون شوك تماير مركات عاو يسكولو جاري wixii akay yeeli lahayd hadaya nimanka dhaqan cilinta u xiran waa nimanka ku sugaya caawina qorta laabtid mana si xirnaan haya waxna igama ogolaan leedahay dhaqan cilin bayna u xiran yihiin hada ayaa fursad haysataade ka faa'iideysu ninkana waxaan kula kulmay galab meel baadiya asoo ari iyo cid u degantahay waa tuulo baadiya waxa waa wareysta wuxuu yiri hal arin ayaan tamaniyaa daabaan jooga socodkuna way dhibaya fursad baa isoo martay oo i dhaaftay xoolo badan baan lahaan jiray xajkii baa igu waajibay xoolihiina hadda waa iga dhamaadeen qof iga bixinahayo aan dhalayna ma jiro udayntaasna waa la igu leeyahay xoolaheedana ma haysto caawa haddaan dhintana qof iga bixinahayo ma ogi waxaan tamaniyaa buu yiri hadda diyaaradaha hawadaas marahaya markaan u jeedo allow yaa intuu xarig kuugu xira oo xarigga aad qabsatid oo iska laalaadisay kacbada dusheeda markaa maraysid aad sii daysid ayaan tamaniyaa buu halkaa iskaga dul dhacay ayuu tamaninahay fursad qaaliyaha isoo martay buu yiri waana dayacay anaa dayacay laba inay kuu kulmaan way fududdahay laakiin inay sii baaqi ahaadaan baa yar u fiirso inay kugu sii baaqi ahaadaan baa yar labadaasi maxay tahay caqli iyo xoog adoo leh xoolo ilaahay inuu kuugu daro way dhacdaa dad badan baana sidaas ah xoogna waa leeyahay caqlina waa leeyahay oo taladeeda waa leeyahay xoolihiina waa hayaa hal mid haddaan ilaahay kuugu darin calaa qadar baa ku sugan tahay go'aan intaa qaadatid oo waxaaga hoos ka xariiqdi inaad bixisid haddaysan kuugu darmin labadaana inay iska baaqi ahaadaan waa yarta ama caqligii baa tegayo sariir baa fuulaysaa caqligaagu waa suulaya ama waxa weeyaan xoolihii baa dhammaanaya ama geeri baa ka soo hormaraysa imisa nin lahaa inay wax sadaqaysta oo wax badan rabay qorshe u degsaday oo waxa weeyaan la yidhi qaraxi hebel dhacay ismaali hebel dhacay wuu ku tegay hebel waa la dilay intaas oo qorshe ayaa u diyaarsanaa maantaad haysaa caqligiina aad leedahay nin baa waxaa ku dhiftay aan garanayo dhiikar baa ku dhiftay shalal buu noqday hadalkiina ma soo baxaayo mana hadli karo hantil ayuu ahaa wiilashiisii mid ka mid ah ayaa nin weydiiyo waxaan ku idhi xoolo badan buu ninkaani lahaa haddana waxa weeyaan nin hadli kara ama caqligiisa shaqaynaya ma ah nafta unbaa ku jirta ma laga yaabaa xoolaha in wax loo sadaqeeyo madi lagama yaabo dadkaani uma samaysna buu asagana waxaa laga yaabaa hadduu dareen yar maanta joogi lahaa waxa uu arkay arki lahaa inuu wax badan la bixi lahaa